قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، المصر على حلق لحيته أو شربه للدخان أو إسباله للثوب، هل يجب هجره؟ إذا كان هجره يبي يردعه ويترك هذا الشيء، نعم يجب هجره. أما إذا كان ما يأثر فيه بل ربما يزيده، فهذا الهجر ما له قيمة معه. لكن المناصحة عليك، بالمناصحة والإنكار عليه. نعم.